الجزائر لا يمكنها تصدير المحروقات بعد 2030، المصادقة على تعديل الدستور مقابل رفع الأجور، الأفلان والأففاس وملف التربية، أبرز ما تناولته الصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم الأربعاء 22 من أبريل 2015. الخبر عنوانات على صدر صفحتها الأولى: الجزائر لا يمكنها تصدير المحروقات بعد 2030، وذلك رغم تسجيل الجزائر لأكثر من 200 اكتشاف جديد للمحروقات ما بين 2003 و2014، إلا أن الكميات المكتشفة لم تساهم إلا في تعويض جزئي للاحتياطي المستهلك نتيجة زيادة المعتبرة للطلب المحلي، فضلا على ضرورة الإبقاء على مستوى عال نوعا ما من الصادرات لضمان إرادة كافية، خاصة أن الاقتصاد الجزائري لا يزال ريعيا بامتياز ويعتمد بصورة شبه كلية على ما يدره باطن الأرض علينا. عن كتاب الجزائر فرنسا قصة حب حميمية، عنوانت الحوار: أملاك المسؤولين في باريس في نظر الفرنسيين، أسماء ذكرت وأخرى أهملت. حيث طرحت المعلومات الواردة في كتاب الجزائر فرنسا قصة حب حميمية الصادر مؤخرا في فرنسا تساؤلات بخصوص صعوبة أن يكون المؤلف صورة عاكسة لحجم الفساد الموجود في الجزائر وهوية الأسماء التي لم تصل إلى أسماع الصحفيين كريستوف دوبوا وزميلته كريستين ثابت أو حتى تستريهما عليها، وهو ما يوحي بوجود توجيه للأنظار في اتجاه معين وتحميل مسؤولية الفساد لأسماء دون أخرى. في ملف منفصل عنوانت الحياة: نواب البرلمان يطالبون بامتيازات جديدة، وعنوانت الجريدة تقول: المصادقة على تعديل الدستور مقابل رفع الأجور. حيث عاد الجدل من جديد حول ملف رواتب وأجور النواب بعد أن تداولت بعض الأطراف داخل قبة البرلمان أنباء تتوقع زيادات تصل 10 مليون سنتيم في أجور هؤلاء عقب إمضاء وثيقة تعديل الدستور تضاف إلى تخفيضات في الضريبة على الدخل العام ومراجعة للقانون الأساسي واحتساب منحة التقاعد على أساس الوظيفة السابقة والصلاحية الجديدة مع الولاة. في المقابل عنوانت الحياة: الحكومة تتجه لتأخير عملية صب الزيادات والأولوية لذوي الدخل الضعيف، وذلك بعد التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي. حيث طرحت صافرة الإنذار التي أطلقها صندوق النقد الدولي أول أمس على ضوء خسارة الجزائر ما يقارب 5 ملايير دولار من مداخل صادرات البترول والغاز في ظرف 3 أشهر فقط تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في تطبيق تعهداتها بزيادة الأجور خلال شهر جوان المقبل تطبيقا لإلغاء المادة 87 مكرر، حيث يرى خبراء في الاقتصاد أن هذه الزيادات المرتقبة قد تكلف خزينة الدولة ما يقارب 11 مليار دولار لحوالي 8 ملايين عامل، وهو رقم ليس بالهين، ما يجعل الحكومة أمام خيارين صعبين: إما تأجيل قرار الزيادة إلى حين عودة أسعار البترول المتقلبة لعافيتها، أو صب زيادات على مراحل بناء على سلم أجور العمال. عن الأفلان والأففاس حاورت جريدة الحوار طاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد الذي أكد: لسنا مسؤولين عن فشل مبادرة الأففاس، وحنون تعيش تذبذبا في مواقفها. هذا وتحدث الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي في هذا الحوار للجريدة على مواقف قطب التغيير الراهنة ونفى الانشقاقات داخل المعارضة، تجدون الحوار في الصفحة 6. في ملف الأفلان والأففاس دائما عنونت وقت الجزائر: الأفلان يتهم الأففاس بمحاولة تغليط أحزاب السلطة. وكتبت الجريدة تقول: لعل أن الأفلان يسجل يوم السبت موقفا لم يكن ليصدر عن الأففاس منذ مؤتمره لسنة 2013، والذي مفاده أن هناك أزمة قائمة لا يمكن تجاوزها إلا من خلال الانسحاب النهائي للنظام، وإنه لابد من تحقيق تغيير وانتقال ديمقراطي سلمي تدريجي. فهل يفترض الأفلان أن هناك خلفية ما تفسر خرجة جبهة القوى الاشتراكية؟ سؤال يجيب عليه عضو المكتب السياسي سعيد بالعيدة بالقول: الأففاس كشف بنفسه عن موقف كان يخفيه علينا طيلة فترة عرضه لمبادرة الإجماع الوطني وتشاوره حولها، فقد تصور أنه الأذكى الذي بإمكانه مغالطة الجميع بورقة بيضاء كان يخفي من ورائها نيته في محاولة مباغتتنا جميعا من خلال جرنا إلى ندوة الإجماع الوطني. في ملف التربية أكدت الحياة:
نقابات التربية تطالب بإشراك الوظيفة العمومي في معالجة القانون الأساسي، والوزارة توافق على إنشاء قانون داخلي لعمل اللجنة المشتركة. وأضافت البلاد عن عدد المناصب الشاغرة تقول: سلال يأمر وزراءه باستغلال 140 ألف منصب شاغر، كشف عنها تقرير سابق لمجلس المحاسبة بعد أن طلب الوزير الأول بالتقارير مفصلة حول الملاحظات التي يرفعها مجلس المحاسبة. بهذا الخبر نطوي صفحات الجرائد الوطنية الصادرة لنهار اليوم. نترككم مع هذه الرسومات الكاريكاتيرية.